السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في اللقاء الثالث أو الندوة الثالثة بالتعاون بين مؤسسة نولج إي ومؤسسة كروسريف. سنتطرق إن شاء الله للحديث عن كيف يمكن لخدمات كروسريف الإضافية أن تساعد مؤسستك. في البداية إن شاء الله سنبدأ في خلال دقيقة أو دقيقتين من الآن، لو تتفضلوا وتتكرموا بالإضافة في الشات بوكس. من أين تنضم إلينا وما اسم المؤسسة والدولة التي تعملون فيها؟ أيضا بإذن الله سيتم توزيع شهادات حضور، يعني بعد إن شاء الله الويبينار سيتم إرسال فولو أب إيميل. في الفولو أب إيميل هذا هيكون متاح رابط لما نسميه الفيدباك فورم أو نموذج للتعبئة. حضراتكم أول ما بتستكملوا هذا النموذج بتحصلوا على شهادة حضور أو سيرتيفيكت أوف التندنس، بترسل على الإيميل الإلكتروني المسجل لحضراتكم. فإن شاء الله بنبدأ في خلال دقائق، لو حضراتكم تبلغونا من أي دولة تنضم إلينا وما اسم المؤسسة التي تعمل فيها، وإن شاء الله نبدأ في حوالي الساعة 1:32، يعني بعد دقيقة من الآن إن شاء الله. في حلقة النقاش اليوم بإذن الله نتطرق للخدمات كروسريف الأخرى وكيف يمكن لهذه الخدمات أن تساعد المؤسسة. في حالة وجود أي أسئلة أو استفسارات يريد تقوموا بإرفاقها في السكشن الخاص بالكيو أند إي بوكس، مش في التشات بوكس. التشات بوكس ممكن نستخدمه للترحيب ونستخدمه أيضا للتعارف، يعني يريد لو تقولوا لنا في أي مؤسسة تعملوا ومن أي دولة تنضموا إلينا لحضور هذه الندوة، وفي أي وجود أي أسئلة فنية كل الأسئلة مطروحة، ومعانا يعني زميلين من مؤسسة كروسريف أيضا بينضموا لينا، فكل الأسئلة ممكن حضراتكم تكتبوها بس في الـ Q&A بوكس. ولو في أي أسئلة أو استفسارات دايما نخليها موجهة في الـ Q&A بوكس. أهلا وسهلا بحضراتكم، أظن الآن ممكن نبدأ. في حلقة اليوم الثالثة نتطرق إلى كيف يمكن لخدمات كروسريف الإضافية أن تساعد مؤسستك. في البداية أنا اسمي محمد مصطفى، برودكشن مانجر في شركة نولج إي ومدير قسم الإنتاج في شركة نولج إي، وأيضا سفير كروسريف أمباسادور، سفير لمؤسسة كروسريف في المنطقة العربية والشرق الأوسط. معايا أيضا بينضم لينا من مؤسسة كروسريف اثنين اليوم زميلين، الزميلة كورنيليا مديرة التواصل الاجتماعي والمحادثات في مؤسسة كروسريف، وأيضا معنا زميل آخر من قسم الدعم الفني إيفانز من قسم الدعم الفني في مؤسسة كروسريف، فهم بينضموا لنا اليوم. في حالة وجود أي أسئلة أو استفسارات إن شاء الله هيقوموا بالمساعدة في الإجابة عليها، وبنذكر مرة أخرى إن أي أسئلة أو استفسارات ممكن أن ترفق في الـ Q&A بوكس. بخصوص أجندة العمل اليوم أو اللي هنتطرق لها في حلقة النقاش اليوم، هنتطرق بشكل سريع في البداية عن كروسريف، هنعمل ملخص سريع زي ما حضراتكم عارفين. هذا هو اللقاء الثالث أو الندوة الثالثة اللي عقدناها في سلسلة ثلاث ندوات. في الندوة الأولى تطرقنا إلى كيفية تسجيل المحتوى مع كروسريف، أو أعطينا مقدمة عن كروسريف. في حلقة النقاش الثانية تطرقنا إلى كيفية تسجيل البيانات بشكل أو البيانات الوصفية بشكل أدفانسد، وكان عندنا أدفانسد إنسايتس. في حلقة النقاش اليوم بإذن الله هنعمل ريكاب سريع عن اللي تطرقنا ليه في الحلقتين الأوليتين، وإن شاء الله هيكون عندنا هنتكلم عن خدمات كروسريف الأخرى وكيف يمكن لهذه الخدمات أن تساعد مؤسستك. هنتكلم اليوم بشكل سريع عن خدمة Reference Linking، ربط المراجع. هنتكلم عن خدمة اقتبس بواسطة أو Cited By. هنتطرق أيضا للحديث عن خدمة Cross Mark. هنتطرق أيضا للحديث عن خدمة Similarity Check، Crossref Similarity Check، أو خدمة فحص التشابه المقدمة من Crossref. وفي النهاية هنشوف إزاي في حالة الحاجة إلى مزيد من الدعم الفني كيف يمكن الحصول عليه. وفي نهاية الحلقة إن شاء الله هيكون عندنا فقرة سؤال وجواب للتفاعل المباشر.
في البداية هنقوم بعمل ملخص سريع لما تطرقنا إليه في الحلقات السابقة. نظرة عامة على مؤسسة كروس ريف، يوجد أكثر من 17,000 عضو ومنظمة تابعة للمؤسسة حتى هذه اللحظة أكتوبر 2022. يوجد أكثر من 137 مليون عنصر محتوى علمي مسجل له البيانات الوصفية في قاعدة بيانات كروسريف. ينضم بشكل أساسي إلى كروسريف الناشرون الأكاديميون لزيادة وضوح المحتوى الخاص بهم، والهدف الأساسي هو المساعدة في زيادة الاكتشاف الخاص بهذا المحتوى ومعرفة أيضاً من يستخدم محتواهم والمشاركة والاستفادة أيضاً بخدمات كروسريف الأخرى. المعرف الرقمي أو Digital Object Identifier هو فقط مجرد البداية التي بدأت أو أول خدمة بدأت مؤسسة كروسريف في طرحها. بالإضافة إلى المعرف الرقمي، تقدم المؤسسة مجموعة واسعة من الخدمات الأخرى لضمان تسجيل البيانات الوصفية الخاصة بالبحث العلمي بشكل صحيح وربطها وتوزيعها أيضاً بشكل صحيح، وده هنتطرق ليه اليوم بإذن الله. تحتفظ المؤسسة بالبيانات الوصفية التي تتلقاها وتجعلها متاحة عبر ما نسميه Open APIs أو واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، ويصل للمؤسسة حوالي أكثر من 600 مليون استفسار أو إنكويري عن طريق الـ API كل شهر، عدد ضخم جداً زي ما حضرتكم شايفين. هذه سلايد أيضا شرحناها في المرات السابقة بس هنعمل ريكاب سريع لها. المطلوب من الأعضاء أو يوجد طيف واسع من البيانات الوصفية التي تقوم الذي يقوم الأعضاء بإيداعه في المؤسسة، بداية من المعلومات الوصفية أو البيانات الوصفية الأساسية مثل أسماء المؤلفين، أسماء أو عناوين الأبحاث، أرقام الترقيم الدولية سواء كانت ISSN للدوريات أو ISBN للكتب، ملخصات الأبحاث وقوائم المراجع، فبنسمي هذه البيانات الوصفية الأساسية أو Basic Metadata. وعندنا أيضا بعض الناشرين أو بعض المؤسسات تقوم بإيداع معلومات التمويل والمنح، وأيضا الناشرين الآن يقومون بإيداع معلومات الترخيص License Information، وأيضا بعض الناشرين الذين يعملون بنظام الوصول الحر يقومون بإيداع روابط المحتوى الكامل، وأيضاً يتم الآن إيداع زي ما نتطرق في سلايد لاحقة بيانات خاصة بخدمة كروس مارك المسؤولة عن التحديثات في حالة حلوف أي استبعاد أو تصحيح لمحتوى منشور. وفي الفترة الأخيرة بدأ بعض الناشرين يقوموا بتسجيل ما يسمى بالبير ريفيو ريبورت أو الريليشن أو اللينكد ديتا، وأيضاً يتم تسجيل معرفات أو أرقام المنح. وحالياً في مرحلة التجربة والتستينج ROR Identifiers أو المعرفات الخاصة بالResearch Organizations، فهذه كلها طيف واسع زي ما حضرتكم شايفين من البيانات الوصفية الذي يمكن أن تسجله سواء كنت ناشر أكاديمي، سواء كنت University Press أو دار نشر جامعية، سواء كنت حتى إديتور أو تمتلك دورية وأنت عضو في مؤسسة كروسريف. فهناك طيف واسع الآن من البيانات الوصفية الذي يجب عليك كناشر تسجيلها مع كروسريف. هنتطرق أيضا لمن يستخدم كروسريف، دي من أحد النقاط اللي احنا غطيناها في حلقة النقاش الأولى. الناشرون الأكاديميون هم أكبر مجموعة من أعضاء كروسريف، يبقى الأكاديميك بابليشرز هم الجزء الأساسي أو المحرك الأساسي من أعضاء كروسريف الـ 17,000 اللي تكلمنا عنهم أو ذكرناهم سابقا. أيضا هناك العديد من الممولون يمكن أن ينضموا إلينا ويسجلوا بيانات المنح، فلو أي حد من حضراتكم يعمل في جامعة وفي ريسيرش أوفيس ممكن الريسيرش أوفيس مثلا ينضم أو يصبح عضو في مؤسسة كروسريف ويسجل البيانات الخاصة بالمنح لديه. الاثنين سواء كان الناشر أو الفندر الممول لهذه الأبحاث بيستخدموا البيانات الوصفية، ولكن أيضا هناك الكثير من غير الأعضاء يستخدمون البيانات الوصفية. يستفيد الجميع everyone من البيانات الوصفية الجيدة، فالgood metadata مفيدة جدا لكل المستخدمين
في طيف واسع من الأعضاء حاليا، قلنا أغلبهم الناشرين الأكاديميين، بس في نفس الوقت في جامعات أعضاء في مؤسسات كروسريف، في دور نشر جامعية أعضاء في مؤسسات كروسريف، في مستودعات ودار وثائق أعضاء في كروسريف، في مجالس أبحاث ريسيرش كونسلز أعضاء في مؤسسة كروسريف، في مراكز بيانات، في أنظمة مراجعة نظراء، في ناس متخصصين في معالجة البيانات هم الآن أعضاء في مؤسسة كروسريف، في أيضا indexing services أدوات الفهرسة أو قواعد بيانات الفهرسة أصبحوا الآن أعضاء من في كروسريف حتى يستفيدوا بالطيف الواسع من الخدمات التي تقدمه المؤسسة. فوائد العضوية زي ما تطرقنا سابقا بتظهر أنت كناشر لو أصبحت عضو في المؤسسة ممكن تظهر للأشخاص أو للمطلعين على المحتوى مكان المحتوى الخاص بك وكيفية القيام بعملية تحديثات، وأيضا ممكن أن عندما ينتقل المحتوى من ناشر إلى ناشر آخر ممكن أن تستفيد بالخدمات التي تقدمها المؤسسة في هذه الحالة. يساعد أيضا توفير بيانات وصفية قوية ودقيقة في جعل المحتوى الخاص بك أكثر قابلية للاكتشاف زي ما شرحنا في الحلقات السابقة، تزويد أكبر كم ممكن من البيانات الوصفية الجيدة، ده شيء مهم جدا. من الممكن أيضا عن طريق عضوية كروسريف أن تحول قوائم المراجع أو الريفرنس ليست الخاصة بك تجعلها مرتبطة ارتباطات شعبية وتقوم بإرفاق الدو آيز في آخر كل مرجع حتى يسهل الوصول إلى قوائم المراجع الخاصة بك، وأيضا في حالة العضوية يكون لك صوت كامل وممكن أن تترشح أيضا في مجلس إدارة المؤسسة أو تنضم إلى أحد الكوميتيز وده عمل تطوعي أو تشارك في الأحداث أو المؤتمرات الإيفنت سواء كانت أونلاين أو فيس تو فيس أو التي تكون وجها لوجه. لمعرفة المزيد أيضا يمكن الاطلاع على الرابط في هذه السلايدز التي سيتم إرسالها أيضا لحضراتكم في خلال الفولو أب إيميل. خدمات كروسريف هنتطرق في قبل القيام بالتطرق للخدمات التفسيرية اللي قلنا هنتحدث عنها اليوم، حابين نذكر ان البيانات الوصفية تمكن من اكتشاف المحتوى، سهولة اكتشاف المحتوى في حالة ان حضرتك عملت ديبوزيت او ايداع لبيانات وصفية جيدة. تساعد ايضا البيانات الوصفية على اعادة الانتاج على هذه الابحاث، بمعنى انا باحث واستخدمت عملت ريسيرش في موضوع معين وقمت بارفاق روابط خاصة بالديتا أو السبليمنتري ديتا على سبيل المثال الخاصة بالبحث بتاعي، فبيجي باحث آخر في حال الوصول إلى هذه الديتا أو هذه المواد يقوم بإعادة الإنتاج وإعادة التجربة مرة أخرى للوصول إلى نفس النتائج ثم البناء على تجربته الجديدة. تساعد أيضا البيانات الوصفية في تعزيز النزاهة التحريرية للأبحاث في حالة عمل ريتراكشن أو كوريكشن لأي بحث، زي ما نشوف دلوقتي خدمة كروس مارك بتقدم للقارئ التأكد من أن هذه النسخة من البحث الذي يطلع عليها الآن هي النسخة الأخيرة والمحدثة، تعطي أيضا إشعارات في حالة استبعاد أي أبحاث. فخدمات كروسريف عن طريق البيانات الوصفية التي يقوم بإيداعها الناشرين تساهم في تعزيز النزاهة التحريرية للأبحاث. من الممكن أيضا أن تساهم في الإبلاغ والتقييم الأبحاث زي ما نتطرق لهذا الموضوع في السلايدز القادمة. في البداية حابين نذكر أن خدمات كروسريف كلها بتكون متاحة للمجتمع الأكاديمي أو الشركات التي تبني تولز وأدوات تمكنها من البناء على هذه البيانات الوصفية التي تم إيداعها. إحنا بنتكلم عن أكثر من 137 مليون ريكورد أو آيتم مسجلة مع كروسريف، كل هذه البيانات متاحة للجميع. على سبيل المثال إحنا عملنا سيرش على فندر دبي هارفارد فاونديشن فور ميديكال ريسيرش ونقدر نشوف البحث الأبحاث الممولة والتي تم نشرها عن طريق هذه المؤسسة، فكل هذه المعلومات متاحة عن طريق موقع المؤسسة. أول خدمة هنتكلم عنها اليوم هي خدمة الريفرنس لينكينج، وخدمة مهمة جدا وتساهم في قابلية إعادة الإنتاج. عندنا في هذا المثال ببلشر A عنده نشر بحث، هذا البحث يحتوي على قائمة خلينا نفترض 10 قوائم من المراجع تم الاستشهاد بها في هذا البحث. في حالة ربط هذه المراجع فبيسهل ببلشر A الوصول إلى الأبحاث التي تم الاقتباسها أو الاستشهاد بها في البحث الذي قام بنشره. بعض هذه الأبحاث موجودة لدى ببلشر B أو ببلشر C أو ببلشر A بنفسه في دورية أخرى أو حتى في نفس الدورية. وفي حال
كان ببلشر بي أصلاً قد نشر قوائم المراجع الخاصة بهذا البحث الذي تم الاستشهاد به بشكل أول في من خلال البحث الذي نشر في ببلشر إيه، بتتكون عندنا هذه النتورك أو هذه الشبكة من الأبحاث التي وقوائم المراجع التي يتم إعادة البناء عليها. يبقى قوائم المراجع اللي عندي لو أنا نشرتها وأرفقت معها الديو آي في كل مرجع، عند الضغط عليه بروح لموقع تاني ببلشر بي دورية مختلفة للاطلاع على قوائم المراجع أو قوائم الاستشهادات في البحث المنشور في دورية بي، ولو كانت هذه القوائم المراجع accessible ممكن الضغط عليها وأوصل لقوائم المراجع الأخرى في ببلشر سي أو ببلشر دي. فهذه الشبكة من الممكن البناء عليها، وبتظهر أهميتها جليا في البحث في عملية البحث العلمي. بدي أحد الخدمات المهمة، دار المثال اللي احنا بنتطرق عليه قوائم المراجع ومرفق فيها Digital Object Identifier أو المعرف الرقمي التي تقدمه مؤسسة كروسريف. يبقى في حالة الاطلاع مثلا على الريفرنس رقم 62، كل مطلوب منك كقارئ تضغط على هذا الرابط، تقوم بعملية Redirect وتقدر تطلع على البحث سواء بنصه الكامل أو ملخص البحث من خلال موقع الناشر رقم 62. أحد الخدمات الأخرى المهمة أيضاً هي خدمة Cited By أو اقتبس بواسطة. Cited By أحد الخدمات المهمة التي تقدمها المؤسسة، وبتمنح الأعضاء إمكانية الوصول الكامل إلى الاستشهادات والاقتباسات، مما يساعدهم على تكوين صورة لكيفية تلقي المجتمع الأكاديمي للأبحاث التي يقوموا بنشرها. أنا عندي على المنصة الجامعية قمت بنشر 500 بحث مثلاً في على سبيل المثال، ممكن عن طريق خدمة Cited By أعرف كم عدد الاقتباسات التي حصلت عليها الأبحاث المنشورة على المنصة الخاصة بي. أقدر أعرف أيضاً ما هي كمية الاقتباسات التي يحصل عليها كل بحث على حدة من خلال منصة كروسريف اللي تستطيع الولوج ليها بعد قيامك أو بعد حصولك على العضوية. في حاجة اسمها Cited By Links أو الروابط الخاصة بCited By. كل المطلوب منك فقط أنك تقوم بإدخال DOI أو المعرف الرقمي في هذا المجال، وبعد كده تطلع على كلمة Submit، تحصل بكل سهولة وبكل بساطة على الاقتباسات. بتظهر لك روابط إلكترونية ولك هذا البحث حصل على 3 citations أو 3 اقتباسات، وبيديك روابط إلكترونية في حالة وجودها للدو آيز الخاصة بالcited reference أو المراجع التي قامت بالاستشهاد أو الأبحاث التي قامت بالاستشهاد بالبحث المنشور على المنصة الخاصة بك. يمكن الولوج لهذه القائمة عن طريق زيارة هذا الرابط الإلكتروني doi.crossref.org. هذه أيضا مجموعة من السكرين شوتس من different publishers من ناشرين مختلفين لخدمة Cited By. زي ما حضرتكم شايفين في هذه المقالة Article Citations من كروسريف في 31، في مثلا عدد Citations 60 في هذا البحث. فالببلشرز الآن في منصاتهم الخاصة بهم بيقوموا بعملية إدماج لهذه الخدمة أو خدمة Cited By. الخدمة الأخرى اللي هنتطرق ليها اليوم هي خدمة Crossmark. Crossmark هو عبارة عن بوتون أو زر ممكن لك كناشر تقوم بإيداعه في الفول تكست HTML أو في اللاندينج بيج الخاصة بالبحث، وتقوم أيضا بإيداعه في الفول تكست PDF، ويخبر هذا الزر القارئ عند النقر عليه أو الضغط عليه إذا تم إجراء أي تعديلات أو تغييرات على هذا البحث منذ أن تم نشره للمرة الأولى. تظل هذه المعلومات مع المقالة ويمكن الوصول إليها حتى بعيدا عن موقع النشر. بمعنى لو أنا قمت بعملية داونلود لهذا PDF وكان كروس مارك بوتون موجود فيه، أقدر في أي وقت حتى لو أنا مش موجود على موقع الناشر أضغط وأحصل على المعلومة. المعلومة بتظهر في هذا الشكل، في حالة يعني ده شكل البوتون أو الزر check for updates. أول ما بتضغط عليه لو أعطتك هذه الصفحة document is current، فمعناه أن هذا البحث لم يتم تصحيحه على إطلاق وأن هذه النسخة التي تقوم بقراءتها هي النسخة الأخيرة. في حالة حدوث أي retraction أو correction لهذا البحث المفروض أن يديك علامة X ويقولك أن هناك نسخ محدثة من هذا البحث، والله وهذا الرابط الدو اي فور ذا كوركشن، هذا رابط المعرف الالكتروني للكوركشن الذي تم نشره، او هذا رابط للتصحيح الذي تم نشره، او هذا رابط الذي تم من خلاله استبعاد هذا البحث حتى بشكل كامل. فهذه الخدمه مهمه جدا بالذات في تعزيز نزاهه الابحاث العلميه.
الاشتراك في خدمة كروس مارك للأعضاء المهتمين بالاشتراك فيها خطوات بسيطة جدا وسهلة. في البداية ارسل رسالة إلى member@crossref.org. صفحة التوثيق الخاصة أو صفحة الخدمة هي موجودة في الرابط crossref.org/services/crossmark، عليها معلومات أكثر. وأيضا الخدمات أو الدوكيومنتيشن ويب بيج فيها شرح مفصل ومبسط جدا لكيفية استخدام هذه الخدمة من technical point of view، يعني الإخوة اللي بيعملون في الدعم الفني، سواء كنت ناشر قسم الدعم الفني أو الاي تي، عند الاطلاع على هذه الصفحة الشق المطلوب منهم عمله هو إضافة بس تاجز بسيطة في HTML، تقدر بعدها تقوم بتفعيل هذه الخدمة. من الجدير بالذكر أيضا أن خدمة كروس مارك متاحة لكل الأعضاء بداية من يناير 2020 free of charge من غير أي تكلفة. كانت الخدمة فيها بعض التكلفة في السابق قبل 2020، ولكن الخدمة متاحة من أول يناير 2020 بالمجان بشكل كامل. فأنا بنصح وبرشح هذه الخدمة لكل الأعضاء في المنطقة العربية إن هم يبدأوا يستخدموا كروس مارك للدوريات. أيضا أحد الخدمات الأخرى التي تقدمها المؤسسة بخلاف الـ DOIs هي خدمة فحص التشابه، أو ما نسميه بكروسريف سيميلاريتي تشيك. كروسريف سيميلاريتي تشيك بتوفر أداة مهمة جدا لمقارنة المحتوى المنشور أو المحتوى المرسل إليك كناشر مقارنة بالمحتوى الأكاديمي المنشور سابقا. توفر هذه الأداة وسيلة مهمة جدا لاكتشاف حالات السرقة الأدبية المحتملة. عارفين حضراتكم موضوع السرقات الأدبية منتشر بكثرة حول العالم، فهذه الأداة Crossref Similarity Check توفر لك، سواء كنت ناشر أكاديمي، سواء كنت ناشر جامعي، سواء كنت حتى إديتور بتقوم بعمل رانينج لمجلة أو دورية أنت المحرر الأساسي فيها، تعمل سكرينينج لكل الأبحاث أو كل السبميشنز التي تستقبلها الدورية الخاصة بك. Crossref Similarity Check بتستخدم برنامج أو تكنولوجي اسمها Authenticate Technology، وهذه التكنولوجيا تم إنتاجها من قبل شركة تدعى ترنتين، بس حضراتكم بتتعاقدوا بشكل مباشر من خلال Crossref، فأنت مش بتروح لشركة ترنتين، أنت بتتعامل directly with Crossref، فده شيء مهم جدا إن احنا نوضحه. يساهم أيضا إعطاء فحص التشابه المحتوى المنشور حماية الأبحاث الذي ستقوم أنت أيضا بنشرها. في حالة إرسالك للأبحاث الجديدة التي قد استلمتها، تقوم بإيداع نسخة منها في قاعدة بيانات Authenticate، فلو جاء ناشر آخر بعد ذلك ليقوم بالاطلاع على بحث جديد أو اكتشاف أو استخدام خدمة فحص التشابه لبحث جديد، وكان هذا البحث على سبيل المثال حصل على محتوى أكاديمي مقتبس من البحث الذي لديك، ففي الحالة دي هيظهر له نسب التشابه، فأنت بطريقة غير مباشرة بتحمي أيضا السبميشنز أو الأبحاث التي تقوم بنشرها عند استخدام هذه الخدمة. الأداة فحص التشابه أو Crossref Similarity Check عن طريق منصة Authenticate استخدامها أبسط ما يمكن. في البداية بتقوم برفع الوثيقة أو الدوكيومنت التي تريد الاطلاع على فحص التشابه لها. في خلال دقائق معدودات بيتم تجهيز تقرير فحص التشابه، التقرير زي المظاهر أمام حضراتكم، ودي بنسميه الدوكيومنت فيور. هذا التقرير بيكون عندك على الجانب الشمال البحث نفسه، على النافذة اللي على اليمين بيكون فيه المصادر التي تم أخذ البحث منها، وفي برسنتج أو نسبة مئوية زي ما حضراتكم شايفين بتمثل نسبة التشابه في البحث بشكل مجمل. أما النسب الأخرى فبتوضح يعني 4% فقط من هذا البحث تم اقتباسه من هذا المصدر، في المصدر الثاني 2% باللون الأحمر أو البينك هو تم اقتباسها من هذا البحث، فتقدر عن طريق الألوان تعمل تراكنج. و39% هي النسبة الكلية للتشابه في هذا البحث مقارنة بالأبحاث العلمية المنشورة سابقا. لو حضراتكم محتاجين أي خدمة أو نتطرق لأي خدمة بشكل مفصل، ممكن حضراتكم تكتبوا ده في الـ Q&A box مثلا، إن إحنا في حاجة إلى ويبينار مفصل عن Similarity Check، أو إن إحنا في حاجة إلى شرح تفصيلي أكتر عن خدمة Cited By أو Crossmark أو أي خدمة معينة، يعني في حالة الحاجة ممكن تكتبوا، إن شاء الله هنكونسيدر ده في الدورات القادمة أو في الويبينارز القادمة. كيف يمكن الانضمام؟ في البداية
لازم التنبيه هنا ان خدمه كروس مارك بيكون معاها في انيوال في ليها، بيكون في رسوم ليها، وبيكون ايضا هناك رسوم لكل بحث تقوم برفعه على منصه تورنتين. كل هذه المعلومات موجوده بشكل مفصل في هذه الروابط امام حضرتكم. من المهم جدا الاطلاع على هذه الروابط قبل القيام بعمليه الاشتراك. الابلاغ والتقييم بيانات الأحداث من كروسريف هي أحد أحدث الخدمات التي قامت المؤسسة بإطلاقها، أو ما نسميه بالإيفنت إيفنت ديتا. عندما يقوم شخص بربط بياناته عبر الإنترنت، يعني عندنا بحث منشور على سبيل المثال، هذا البحث منشور على منصة النشر الخاصة بك، هناك شخص آخر في صفحة ويكيبيديا، أو هناك شخص قام بعمل تويت واستخدم الدو آي الخاص بالبحث المنشور، أو هناك شخص في الأخبار مثلا تحدث عن البحث الذي قمت بنشره وقام بعمل citation، سواء كانت هذه citation أو هذا الاقتباس كان في ويكيبيديا ارتكل، كان في منصة على مدونة من أي مدونة موجودة عبر الإنترنت، سواء كانت في موقع أخبار، سواء حتى كانت في وسائل التواصل الاجتماعي. بتقوم هذه الخدمة بتسجيل كل هذه البيانات للأوبجكت. الأوبجكت في هذه الحالة هو الأكاديميك أرتكل أو الأرتكل نفسها الساين ليها الدي او اي أو المعرف الرقمي. فتقوم خدمة إيفنت ديتا بتسجيل كل هذه الأحداث، بنسمي السيتيشن أو الاقتباس في هذه الحالة حدث، لأنه ممكن يكون حدث أن تم ذكر هذه المقالة في موقع أخبار، مش شرط يكون في قائمة مراجع أحد الأبحاث العلمية، أو تم ذكرها حتى في تويت على موقع تويتر مثلاً، أو تم ذكرها في ويكيبيديا أرتكل أو في موقع خاص مدونة. فهذه الخدمة تقوم بتسجيل الأحداث التي تتعرض لها أي مقالة منشورة بخدمة أو بمعرف ديجيتال من كروسريف. فده شيء مهم جدا استخدامه، وتعد هذه البيانات بمثابة سجل أو ريكورد كامل لكل العلاقات أو الروابط ما بين البحث الأساسي المنشور والأماكن الأخرى التي تم ذكرها، وهي مفتوحة المصدر بشكل عام، وتتيح أيضا الوصول إلى البيانات الأولية، ولا توجد رسوم لاستخدامها على الإطلاق. ده شكل مبسط لكيفية عرض البيانات الخاصة بإيفنت ديتا أو هذه الخدمة. فعلى سبيل المثال بنشوف هذا البحث تم ذكره على تويتر أو في أكثر من 1619 مرة، تم ذكر أيضا هذا البحث على ويكيبيديا واستخدامه في السيتيشن، أو تم عمل سيتيشن أو اقتباس لي أكثر من 300 مرة. فكل هذه المعلومات أو البيانات مفيدة جدا ليك كناشر، أنت بتقيم الأبحاث والإمباكت التي تقوم أبحاثك المنشورة بإيداعه. أيضا من الممكن أن تطلع على منصات أخرى بيوند النورمال سيتيشن اللي في الأكاديميك أرتكلز، يعني بتديك نافذة جديدة للاطلاع على سيتيشنز أو اقتباسات أخرى يتم فيها ذكر أبحاثك المنشورة، سواء كان على منصات تويتر أو على منصات ويكيبيديا. فده أحد الأشياء المهمة جدا في حالة الرغبة بشكل مفصل التعرض او التطرق لاي خدمه، ممكن تكتبه ان شاء الله في الكيو ان دي بوكس ونتطرق ليها لاحقا. هنعمل اختصار او سمري مختصر سريع لما قمنا بعرضه اليوم. تسجيل البيانات الوصفيه بشكل مكتمل، ربطها واستعاده الروابط ايضا فيها بشكل مكتمل، ده امر مهم جدا في تعزيز البيانات الوصفيه الخاصه بك. البيانات الوصفية الجيدة هتسهل الوصول إلى المحتوى أو مخرجات الأبحاث التي تقوم بنشرها، وتسهل أيضاً الوصول أو حصول محتواك على عدد جيد من الاقتباسات أو الاستشهادات. أيضاً تتمتع البيانات الوصفية الجيدة زي ما تطرقنا وشرحنا أكثر من مرة، تساهم في زيادة اكتشاف المحتوى الخاص بك وتضمينه في مختلف الخدمات الأكاديمية، سواء كانت هذه الخدمات الأكاديمية مواقع نشر أخرى تقتبس دورياتها من المحتوى المنشور، سواء كانت خدمات فهرسة وإندكسينج سيرفيسز، سواء كانت خدمات متطرقة بمعلومات التمويل. فمن المهم جدا عليك كناشر أو دار نشر أو مكتب بيانات أو مكتب تسجيل براءات اختراع تسجيل أكبر قدر ممكن من البيانات الوصفية عن المحتوى الذي تقوم بنشره. الستيتمنت الأخيرة اللي هنهي بيها هي مقتبسة من كروسريف فيجن، يعني دي رؤية مؤسسة كروسريف. تتصور أو نتصور شبكة علاقات مفتوحة غنية وقابلة لإعادة الاستخدام،
تربط المنظمات البحثية والأشخاص والأشياء والإجراءات سجل علمي يمكن للمجتمع العالمي أن يبني عليه إلى الأبد، زي ما بنتكلم إن الأكاديميك أو الساينتفك ريكور هي ستيب فوق ستيب فوق ستيب، يعني خطوة بيجي بعدها شخص آخر يكمل بوينت أخرى، بيكمل بيجي شخص بعد كده رقم ثلاثة بيبني على الأبحاث التي تم نشرها بشكل سابق من قبل زملائه السابقين، وكل هذا بيعم بالفائدة في النهاية لصالح المجتمع بشكل عام. فإحنا كده في النهاية تطرقنا بشكل مختصر ومبسط عن الخدمات الأخرى التي تقدمها المؤسسة. في حالة الحاجة إلى أي خدمة أو شرح أي خدمة بشكل مفصل، ممكن حضراتكم تسيبونا الخدمة أو اسم الخدمة في الـ Q&A box، أو في حالة طبعاً وجود أي أسئلة أو استفسارات ممكن أيضاً أن تتركوها في الـ Q&A box. في النهاية في دعوة للمشاركة في الرأي، تمام، call for comments Crossref طرحها الفترة الحالية للإبداء برأيكم سواء كنتوا أعضاء أو حتى غير أعضاء للمشاركة في كيفية تعديل قواعد مقترحة لعرض وبنية المعرفات الرقمية. هذه التعديلات المقترحة من الجدير بذكر أنها لن تمس شكل المعرف الرقمي أو لن تمس شكل الـ DOI، ولكنها تهدف إلى تحسين قابلية استخدامه بشكل عام بالذات للأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية. التعديلات بشكل مبسط في إضافة مجموعة من التاجز في الباك إند عند إيداعها ستساهم في جعل الأجهزة التي تعمل أو تساعد الأشخاص الذين يعانون من إعاقات بصرية في التعرف أكثر على المعرفات الرقمية. في هذه السلايدز روابط للاطلاع بشكل مفصل على هذه المقترحات من خلال زيارة مدونة Crossref أو Crossref بلوج، وأيضا هناك رابط أو URL للمشاركة في هذا الاستبيان للتعبير عن رأيك. مش هياخد أكثر من، هم مجموعة أربع أسئلة، مش هياخد أكثر من خمس دقائق على الإطلاق نقول رأيك سواء كنت عضو أو غير عضو، فده شيء مهم جدا. في النهاية شكرا جزيلا لحضراتكم بالنيابة عن Crossref للاطلاع على معلومات مفصلة أكثر، وده شيء مهم جدا للإخوة اللي بيعملوا في الدعم الفني، الدوكيومنتيشن الخاصة بكل خدمة، شرح مفصل من وجهة نظر تكنيكال أو من وجهة نظر المهتمين بالدعم الفني عن كيفية استخدام أي خدمة وكيفية عمل implementation لهذه الخدمة في المنصة التي تقوم باستخدامها، سواء كنت تقوم باستخدام Open Journal System، سواء كنت تقوم باستخدام أي سيستم أو أي نظام آخر. المعلومات documentation متوفرة على الرابط اللي أمام حضراتكم crossref.org/documentation. في أيضا في حال تقول أي استفسار من الممكن التواصل بشكل مباشر مع قسم الدعم الفني الذي توفره المؤسسة support@crossref.org. هناك أيضا المنصة المجتمعية للمؤسسة أو الكوميونيتي فورم الخاص بالمؤسسة community.crossref.org. في النهاية أيضا شكرا جزيلا من مؤسسة أو من شركة Knowledge E، هذه الروابط الخاصة بنا اللي ممكن أن حضراتكم Knowledge E Global أن تتواصلوا معنا من خلالها. ودلوقتي ممكن نتطرق للأسئلة لو في حد عنده أي أسئلة أو استفسارات. أنا شايف مجموعة من الأسئلة موجودة في الـ Q&A box، ممكن نشوف السؤال الأول من أستاذ عمر. بالنسبة لخدمة فحص التشابه يلاحظ بأنه غير فعال بشكل كبير للأبحاث العربية، فهل هناك معالجة لهذا الإشكال؟ هو حاليا أستاذ عمر النسخة تم إطلاق نسخة حديثة من فيرجن نمبر 2 من خدمة فحص التشابه، والمفترض أو المأمول من هذه الأبحاث أن هي تساعد. للأسف الشق الأساسي أو المشكلة الأساسية مع اللغة العربية هي أن الأبحاث باللغة العربية من البداية ما بتكونش accessible بشكل كامل، ولا يتم إيداع معرفات رقمية لها، فده أحد المشاكل الكبيرة فعلا الموجودة من الجانب الأولاني أو من الجانب الأول، هو جانب النشر الأبحاث العربية في البداية. بس بنأمل أن النسخة رقم 2 تكون موضحة الموضوع ده أو تساهم في تعزيز اكتشاف المحتوى اللي باللغة العربية. دكتور إيمان ويهوب ذات، بس الكومنت أو السؤال مش واضح، لو حضرتك توضحي أكتر. أستاذة نورة الهجري شكرا لكم، هل هذه خدمات تقدمها منصات أخرى ونحن مشتركون فيها من الاقتباس والتشابه؟ في خدمات أخرى بتقدم خدمات اقتباس، بس من الجدير بالذكر أن منصة Authenticate عن طريق Crossref هي أحد أقوى المنصات العلمية
في استخدام فحص التشابه أو في التعرف على فحص التشابه. أستاذة نورة، ما الميزة التي تجعلك قيمة لذلك من الجيد أن أنضم وأشترك معكم؟ ما المستقبل الذي تسعون إليه؟ المستقبل الذي تسعى إليه مؤسسة كروسريف والذي تدعوك حضرتك سواء كنت ناشر أو كنت جامعة، هو مستقبل مفتوح للجميع. في كل المحتوى الأكاديمي المنشور لينكد أو مترابط عن طريق كل هذه الخدمات. المحتوى التي تقومين بنشره تقومي بإيداع ديجيتال أوبجكت ايدنتيفاير لي، القوائم المراجع التي تقومين بنشرها في الأبحاث لدى حضرتك، كل قوائم هذه المراجع مرفق معها ديجيتال أوبجكت ايدنتيفاير، فبتساهم في وصول عملية اللينك أو الترابط. من الممكن أيضا أن تقومي باستخدام خدمات زي كروس مارك التي تطرقنا لها، في حادث حضرتك عملت أي تصحيح لأي بحث على منصة النشر الخاصة بك من الممكن إرفاق هذا، حتى لو كانت كل الأبحاث up to date أو محدثة، عن طريق الضغط على هذا البوتن حضرتك تتأكدي أن الأبحاث محدثة. ممكن أن تستخدمي Crossref Similarity Check لتعزيز النزاهة حتى تتأكدي أن الأبحاث التي تقومي بنشرها على المنصة الجامعية الخاصة بك هي أبحاث كلها original، وتتجنبي أي بحث فيه أي اشتباه أو شبهات لسرقات أدبية. فهناك العديد من المميزات للاشتراك. في أستاذ استبرق طالب بيسأل عن ورشة متخصصة على كروس مارك. حاضر إن شاء الله أستاذ استبرق، بنأخذ ملاحظة إن ورشة متخصصة عن كروس مارك. كروس مارك أحد المواضيع المهمة جدا فعلا، وممكن محتاجة ورشة عمل مفصلة. أستاذ سعيد أبو بكر، هل يمكن الانضمام لكروسريف مؤسسيا بمعنى إيداع مجلة علمية في هذه المنصة، وهل هناك محددات؟ طبعا من الممكن انضمام لكروسريف بشكل مؤسسي على طول عن طريق التواصل على البريد الإلكتروني اللي شرحناه، وحتى لو عندك دورية واحدة ما فيش أي ليميت، سواء مينيمم أو ماكسيمم نمبر أوف جورنالز، ما فيش أي ليميت أستاذ سعيد للانضمام. فرحاد، أستاذ فرحاد سعيدي سو بيسأل مجلة يقيل للدراسات القانونية جامعة هوك، لدينا سؤال عن مدى توفر الدعم الفني المباشر من قبل الوزارة بخصوص ربط المراجع والاستشهاد بها، ونقترح دورة تدريبية مجلات والأعضاء. وإحنا أستاذ فرحان، إحنا أوريدي عملنا دورتين تدريبيتين سابقتين باللغة العربية، بس حضرتك بتتكلم محتاج دورة تدريبية مخصصة في الريفرنس لينكينج. طيب تمام، ده ممكن نتطرق ليه إن شاء الله، والسيتيشن تمام باللغة العربية. في برضو اليوتيوب، قناة كروسريف على اليوتيوب فيها مجموعة من الريكوردينج أو التسجيلات للويبينارز السابقة، بس أنا أخذت ملاحظة حاليا للريفرنس لينكينج ويبينار إن عربيك. عمر، أستاذ عمر، هل يمكن أن توفر قاعدة كروسريف خدمة إحصاء الاستشهادات المرجعية؟ نعم، هي دي خدمة سايتد باي بالتفصيل، يعني هي خدمة سايتد باي في حالة عمل انتجريشن أو استخدام هذه الخدمة، بتقوم بإبلاغك كم سايتيشن تم إيداعها في كروسريف اقتبست من هذا البحث. فعلى سبيل المثال أنت نشرت بحث على المنصة الخاصة بك وأنت عضو، أعضاء آخرين نشروا أبحاث مختلفة، وأحد هذه الأبحاث استشهد بالبحث المنشور فيه، فبتقوم هذه البيانات أو هذه السيتيشن انفورميشن بتظهر في المنصة الخاصة بك. يعني خليني أرجع مرة أخرى للسكرين شوت اللي احنا أرفقناها في هذا السياق. زي ما حضرتك شايف في هذه السكرين شوت في number of citation، عدد السيتيشن في هذا المثال، وهناك أيضا هذه المقالة no alternative كذا، في article citation من Crossref في 31 citation، فدي خدمة مهمة جدا زي ما تكلمنا عنها. عمر، في جوجل سكولر لا يدعم الأبحاث العربية. والله في حالة وجود DOI لأي بحث بأي لغة، من المؤكد يعني أن هذا البحث بيظهر في Crossref، فأنت لو متأكد أن البحث الخاص بك، دي أحد المميزات أيضاً للانضمام للمؤسسة، أو استخدام الديجيتال أوبجكت ايدنتيفاير، لأن الديجيتال أوبجكت ايدنتيفاير بشكل مجمل بيساهم في تعزيز الوصول الأبحاث للإندكسينج أو الأبستراكتينج أند إندكسينج سيستمز المختلفة. فيعني دي أحد الأمثلة على أهمية الحصول على الديجيتال أوبجكت ايدنتيفاير. أستاذة صابين بتسأل if the registration of author name and definition saved on Crossref in a way to know the full publishing list of a specific author.
لو في the registration of author name and affiliation statement. يعني ما اعتقدش ان الـ ان الـ ان الاوثر نيمز هتكون لينكد بالشكل المفصل على موقع كروسيف، ما اعتقدش ان ده هيكون هذه الخدمه. ده ممكن موجود في خدمات اخرى، يعني في قواعد بيانات اخرى بتعطيك الخدمه دي بحيث ان انت تضغطي عليها تشوفي قوائم اللي قام المؤلف بنشرها، بس ما اظنش ان ده هيكون موجود او متاح. اكسر بس خلينا نشوف. جوجل سكولر يدعم الابحاث العربية، لا تطرقنا ليها. أنا عارف أن تستيري نورا الهجري. في أستاذ عبد الكريم في الرابط الإيميل البريد الإلكتروني الخاص بي، مش فاهم السؤال، لو حضرتك تكتب السؤال بشكل أوضح. في استفسار آخر عن كروس مارك. كروس مارك زي ما قلنا بتوفر الوصول إلى المحتوى الذي تم نشره، سواء هذا المحتوى تم تحديثه أو لم يتم تحديثه، بتطلع عند النقر على هذا الزر بتظهر هذه الشاشة. يعني خلينا نشرحها بشكل سريع. كروس مارك عبارة عن زر يتم إيداعه سواء في ملف البي دي اف أو في ملف ال HTML الخاص بحضراتكم. عند الضغط على هذا الزر تظهر هذه النافذة. هذه النافذة بتذكر دائما اثنين سيناريو. Document is current معناها أن هذه النسخة من البحث هي النسخة الأخيرة والمحدثة، فأنت بتطمئن أن أنت تطلع على آخر نسخة. في حالة تم تحديث هذا البحث تظهر نافذة أخرى أن هذا البحث غير محدث، للإطلاع على آخر نسخة انقر على هذا الرابط، وبيكون في الـ DOI الخاص بالبحث المحدث. ده شيء مهم جدا للنزاهة العلمية في حالة استبعاد أي بحث لا يتم حذف الـ DOI زي ما تطرقنا في حلقة النقاش السابقة. يتم نشر Retraction. Retraction بيحتوي على سبب الاستبعاد، سواء كان سبب إيثيكال أو أخلاقي، أو سبب حتى الغلطات من قبل الناشر أو تصحيح. مش شرط يتم استبعاد البحث بشكل كامل، ممكن القيام بعملية تصحيح. فخدمة كروس مارك أحد الخدمات المهمة جدا اللي بتساهم في تعزيز المحتوى أو تعزيز النزاهة التحريرية للأبحاث. تمام، في أسئلة بخصوص cited by، هل يمكن أن توفر خدمة cited by؟ لو حضرتك محتاج تعرف تفاصيل أكثر عنها أستاذ عمر، هتكون متاحة على الروابط الخاص بالدوكيومنتيشن الخاص بها. موجود إزاي طريقة عمل implementation ليها أو تطبيق ليها بشكل مفصل، بس الخدمة بتوفر بشكل جيد وبشكل ممتاز عدد الاقتباسات التي حصلت عليها من مجلات أو دوريات عضو في مؤسسة كروسريف. ده شيء مهم جدا للتوضيح. في حالة حدوث أي اقتباس من أي عضو خارج مؤسسة كروسريف، كروسريف مش هتكون قادرة على تراكينج هذا السيتيشن أو متتبع هذه السيتيشن. هي تقوم فقط بتتبع السيتيشنز المرتبطة التي يقوم بإيداعها أعضاء آخرين في كروسريف. في حد بيسأل على التسجيلات الورشتين السابقتين، وزميلتنا من كروسريف ردت على هذا السؤال. أستاذة صابين كانت بتسأل على Authenticate Plugin، وقال I can see Evans already replied. ففي Authenticate Plugin مقدمة من كروسريف. كل السلايدز اللي تم شرحها اليوم هيتم إرسالها لحضراتكم، بس شيء مهم جدا في التوضيح لأن جات لنا مجموعة من الرسائل بخصوص شهادات الحضور. شهادات الحضور حتى يتم الحصول على الشهادة حضرتك بتملى في الفولو اب ايميل اللي بيجي لحضرتك، بيكون في حاجة اسمها فيدباك فورم. تضغط على الفيدباك فورم، بعد الضغط على الفيدباك فورم بترد على مجموعة من الأسئلة، وفي النهاية بيتم الطلب منك هل تحتاج إلى شهادة حضور أم لا. في حالة الإجابة بنعم بتصلك الشهادة في ثواني على البريد الإلكتروني بشكل أوتوماتيك.
فمن المهم جدا في الفولو اب ايميل ان حضرتك تضغط على الفيدباك فورم حتى يمكن ان تحصل على الشهاده. ايضا هيكون في دي او اي مرفق مع الفولو اب ايميل، هيكون في السلايدز والريكوردنج ايضا، ويتم رفع ايضا الريكوردنج على قناه اليوتيوب. في سؤال آخر، أستاذ سعيد أبو بكر بيشكر على الإجابة، شكرا جزيلا أستاذ سعيد. أستاذ زين رد بالإيميل فقط لمعرفة عن التسجيل، تمام أستاذ زين توفيق. أستاذ مجتبى بيسأل هل من الممكن تحديد وقت معين للبحث عن المصادر في أيثنتيكيت ضمن تلك الفترة؟ لا، هو حاليا المتاح فقط أستاذ مجتبى أن حضرتك بترفع الوثيقة الخاصة بك، ومن خلال بعد رفع الوثيقة في خلال دقائق بيتم تحضير الريبورت. من المهم أيضا ذكر معلومة هنا، خلينا نرجع لأيثنتيكيت أو Crossref Similarity Service. هذه هي شكل النافذة اللي يتم ظهورها أو ما نسميه بالدوكمنت فيور، بيبين لحضرتك النسبة الكلية في أعلى الشاشة، في هذا المثال كانت 39% 39%، وبعد كده شرح مفصل لكل المصادر، المصادر اللي تصل 20 أو 30 مصدر، والنسبة الخاصة بكل مصدر. من المهم جدا ايضا معرفه ممكن الحصول او عمل اكسبورت لهذا الريبورت في شكل PDF ومشاركته مثلا مع المحرر او الاكاديميك اديتور الخاص بالدوريه في حاله الاطلاع بشكل مفصل على الريبورت. بس ما فيش اوبشن او ما فيش خيار للفلتريشن ان تقوم بعمل فلتره للابحاث المنشوره من سنه الى سنه معينه، ولكن في حاله الحاجه على سبيل المثال انا محتاج اعرف اكثر عن البحث المنشور المقتبس منه رقم واحد، بضغط على هذا الرابط أو على هذا الشق، بيقوم بعمل ريدايركت لويندو صغيرة أو نافذة صغيرة أخرى فيها رابط آخر أو رابط البحث نفسه الذي تم الاقتباس فيه. يعني ممكن هيك تروح المؤسسة أو أيثنتيكيت بيرسلك إلى الرابط الأساسي الذي تم الاقتباس منه. ده شيء مهم جدا لتتبع عملية السيميلاريتي بشكل مفصل. عمر، أستاذ عمر بيسأل هل يختلف تقرير التكشيف في تيرنتين عن تقرير أيثنتيكيت من حيث الدقة والشمول؟ تقرير أيثنتيكيت اللي بتستخدمه عن طريق Crossref Similarity Check هو الموفر من تيرنتين. الأجريمنت أو الاتفاق بين تيرنتين وكروسريف على إتاحة أيثنتيكيت تكنولوجي لكل أعضاء كروسريف، هي نفس التكنولوجيا المستخدمة في تيرنتين، هي نفس التكنولوجيا التي تستخدمها عن طريق اشتراكك في Crossref Similarity Check. من الجدير أيضا بالذكر بخصوص Crossref Similarity Check إن هذه الخدمة Crossref Similarity Check أيضا بتتتبع صفحات الإنترنت، مش فقط المحتوى المنشور في مجلات أو دوريات أكاديمية، ولكن أيضا صفحات الويكيبيديا في حالة الاقتباس منها، أو صفحات الخاصة بالريبوزيتوري أو مستودعات البيانات على المواقع الخاصة بالجامعات، أيضا بتتتبع كل هذه الأشياء. أستاذة صابين بتسأل على اللو سيتيشن، طبعا زي ما شفنا ان الدو ايز لما في حالة استخدام الدو ايز، والدو ايز بتحتوي على الروابط الفول تكست يو ار ال، ده بيساهم في زيادة الاستكشاف، يعني زيادة الاطلاع على هذا المحتوى، فده بيزود الريدرشيب، مور ريدرشيب بتنعكس في النهاية لمور سيتيشنز في بشكل مجمل، يعني اقتباسات اكثر. دون، في سؤال
في طلب أيضا لندوة متخصصة عن similarity check أو Crossref similarity check، شرح مفصل ليها. فخلينا إن شاء الله نشوف، يعني في خطة عندنا إن شاء الله ممكن نطرح مجموعة من الويبينارز العام القادم إن شاء الله، فممكن نتضمن كل هذه المواضيع. في طلب لكروس مارك ندوة أو ورشة عمل عن كروس مارك، ورشة أخرى عن الريفرنس لينكينج أو خدمة ربط المراجع، ورشة أخرى أيضا عن خدمة Crossref similarity check. بحالة وجود أي أسئلة أو استفسارات ممكن حضراتكم تكتبوها في الروابط في الـ Q&A box. شكرا جزيلا أستاذ عمر، شكرا جزيلا، أتمنى تكون استفدتكم. نذكر حضراتكم إن قناة اليوتيوب متاحة عليها التسجيلين الأولين اللي تم نشرهم سابقا، فدول أيضا يمكن الاطلاع عليهم، وكل التسجيل الخاص باليوم مع أيضا السلايدز هيتم إرسالهم في رابط Digital Object Identifier أو UI، هيكون عليه هذه المواد، وأيضا هيكون في لينك خاص لفيدباك فورم، ياريت حضراتكم تقوموا بالاطلاع عليها. في هذه الفيدباك فورم بتردوا على مجموعة من الأسئلة، وفي حالة الحاجة إلى شهادة حضور تطلب شهادة حضور وتصلك في خلال ثواني على الإيميل المسجل. تمام، يعني مش شايف أي أسئلة حاليا، كل الأسئلة شكرا جزيلا أستاذ سعيد، أستاذ استبرق، احنا ردينا على الاستفسار الخاص بي وبيطلب ورشة كروس مارك، ده تم الرد عليه. شكرا جزيلا أستاذ عبد الكريم، أستاذ مجتبى، احنا ردينا على الاستفسار الخاص بي. شكرا جزيلا أستاذة صابين، نتمنى أن حضرتكم استفدتوا. تمام، يعني أنا مش شايف أي أسئلة حاليا، كل الأسئلة سواء جاوبنا عليها بشكل مباشر أو الزملاء من كروسريف ساعدونا فيها. ففي حالة وجود عدم أي أسئلة أخرى في خلال الدقيقة القادمة ممكن ننهي الحلقة دي. بنذكر مرة أخرى أن الحلقة دي كانت الحلقة الثالثة في سلسلة ثلاث حلقات قدمناها بالتعاون مع مؤسسة كروسريف ومؤسسة نوليج إي، بنشكر حضراتكم جميعاً. تمام، خلينا ننهي اللقاء، مش شايف أي أسئلة أخرى. Final check. شكرا. إذا في النهاية شكرا جزيلا لحضراتكم على الانضمام لنا، إن شاء الله هنكونسيدر المواضيع المقترحة أو اللي حضراتكم اقترحتوها بدورات أخرى بخصوص خدمات Crossref كروس مارك والريفرنس لينكينج والسيميلاريتي تشيك. إن شاء الله نشوف الفرصة اللي في أقرب وقت ممكن نعلن عن هذه الدورات القادمة، وإذن الله تكون مجانية متاحة للجميع بشكل مجاني. وبشكر حضراتكم شكرا جزيلا على الحضور والتفاعل الجيد. To Crossref team, thank you so much Cornelia and Evans for your great support today. We are going to end the webinar now. We have answered all the questions, whether live or through you. So thank you so much for your support and for your help today. شكرا جزيلا، مع السلامة، السلام عليكم.